you <laughs> صباح الفل والورد والياسمين على اجدع ناس المصريين يوم جديد يوم جميل بفضل الله نبتدي ان احنا نحمد ربنا على كل نعمه وخصوصا الصحه والستر. طيب النهارده زي ما احنا عارفين احنا دايما بنبتدي باخبارنا لكن قبل الاخبار انا عايز بس اقول ان احنا يمكن يعني العالم كله عنده ازمة اقتصادية عشان خاطر ما يحدث فيه الساحة العامة بشكل كبير فاحنا عايزين احنا لوحدنا كده يمكن الدولة بتعمل اجراءات معينة عشان خاطر تحافظ على الموارد بتاعتنا وخصوصا كمان استهلاك وترشيد الاستهلاك في كان مية كان كهرباء كان طاقة او حاجات زي كده طب ده دور الدولة طب انا دوري كمواطن ايه انا دوري كمواطن حضرتك في البيت عندك لو قاعد في مثلا قطين مثلا او كده ما تسيبش نور منور في اوضه ثالثه ما تسيبش حاجه شغاله ملهاش لازمه التكييف كلنا عارفين ان احنا لازم نعمله على 25 عشان حاجتين اولا ما يستهلكش كهرباء كتير ثانيا ما تهلكش الكمبريسور ان هو يفضل ينحر يعني ويشتغل على 18 ولا 19 والدنيا حر كبير بشكل كبير جدا فبيقعد يشتغل كتير جدا فيستهلك كهربا كتير وهو كمان بيبوظ على اللونج طب نعمل ايه نلتزم بالخبره قالوا لنا عليه قالوا لنا 24 25 ماكسيمم درجه كويسه اولا التكييف هيريح ثانيا مش هيستهلك كهرباء بشكل كبير ثالثا حضرتك مش هيبقى عندك سخن ساقع بالدرجه اللي تخليك تبقى عيان ما تتبسطرش يعني ازاي بقى انا تبقى في السخن وتخش في الساقع او تطلع من الساقع للسخن فبيحصل بقى انك حضرتك هتخش بقى في هنسخن هنعيا هيجي لنا انفلونزا طب انفلونزا ولا كوفيد 19 هنخش في مويل ملهاش اي لازمه خالص فنحاول ان احنا نخلي بالنا ونحاول ان احنا كل واحد يبقى رقيب على نفسه لو انت حنفيت وحاجه بتتوضى مش لازم على ممكن تخليها نص نص كده وبعد ما تخلص تقفلها كويس طب حضرتك بتحلق دقنك مش لازم تفضل فاتح الحنفيه الاخر وتقعد تحلق وتحط و يعني ما انت بتستهلك كتير جدا ميه كده حرام فاستهلك على قدك في كل يعني الموارد اللي عندنا اللي ربنا حبانا بيها ومديها لنا نحاول ان احنا نحافظ عليها مش اكتر عشان احنا ولادنا ولاد ولادنا على اللونجران. طيب عندي اخبار النهارده هبتدي باهم الاخبار واول خبر النهارده معايا بيقول هو تقرير اصدرته وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه للخدمات الشبابيه والرياضيه خلال العام الحالي وذلك في اطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب والتقرير اشار الي العديد من البرامج والمبادرات الخاصه بقطاع الشباب والرياضه التقرير كشف عن انشاء وتطوير 700 ملعب خماسي ومركز شباب باستثمارات قدرها 585.2 مليون جنيه وتطوير سبع استادات رياضيه باستثمارات تقدر بنحو 393 مليون جنيه وانشاء وتطوير خمس مدن رياضيه باستثمارات تقدر بنحو 25 مليون جنيه وانشاء 60 نادي رياضي باستثمارات 145.6 مليون جنيه وتطوير أربعة مراكز مدنيه في محافظات الفيوم ومطروح وبني سويف وسوهاج باستثمارات 33 مليون جنيه علاوه على عمل سته معسكرات شبابيه في محافظات الاسماعيليه والبحيره وجنوب سيناء واحنا قلنا البحيره طيب خلينا نروح للخبر التاني مصر بتتكلم حرفي ده شعار معرض ديارنا الحرف التراثيه بمنطقه العالمين الجديده بسم الله ما شاء الله اللي ما راحش العالمين الجديده فاتوا كتير جدا يا ريت نروح نتفرج على المدينة الجميلة الرائعة حاجة بصراحة على أعلى مستوى طيب خلينا نقول قيام السيدة نيفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي والسيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بيفتح معرض ديارنا للحرف التراثية بمدينة العالمين الجديدة تحت شعار مصر بتتكلم حرفي المعرض على مساحة 3000 متر وبتميز بتنوع الأجنحة والمنتجات الحرفية والتراثية وبيشارك فيه عدد من المحافظات منها محافظة أسوان واسكندرية والقاهرة وسوهاج والفيوم وسينا وقنا الحقيقه احنا بنتميز بالحرف اليدويه وعندنا حاجات يعني الهاند ميد بتاعتنا دي حاجه تحفه ما حصلتش يمكن حاجاتنا لما بتطلع بره او الاجانب لما يجوا هنا مصر ويشوفوها يقول لك واو اتس ايجيبشن ميد فظيعه جميله فاحنا لازم ان احنا نسوق لها اكتر واحنا شغالين كويس في مجال التسويق عندنا حاجات حلوه لازم نوريها العالم كله طيب في خبر تاني محافظة سوهاج بيقول ان متحف سوهاج القومي بيحتفل بمرور اربعة اعوام على افتتاحه وهو اكبر المتاحف الاقليمية في مصر والواجهة الحضرية للصعيد بموقعه المتميز تصميم المتحف مأخوذ من شكل معبد الملك سيتي الاول بابيدوس وبيضم مجموعة من القطع الأثرية المميزة أبرزها تمثال من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني في عصر الأسرة التاسعة عشر وجزء من مقبرة موني حاكم أبيدوس والقائد الأعلى للجيش من عصر الأسرة السادسة ومفتاح دير الأنبا شنودة بسوهاج الدير الأبيض مذهب من العصر العثماني. طيب دي كانت اخبارنا عندنا فقرتين زي ما حضراتكم عارفين، الفقره الاولى هتبقى عن جائزه الدوله التشجيعيه للمتميزين في مجالات البحث العلمي وهنتكلم عن اهميه البحث العلمي، هيبقى معانا دكتور حازم حسن رمضان ضيفي الكريم الحاصل على جائزه الدوله التشجيعيه للمتميزين في مجال العلوم التكنولوجيه في العلوم الزراعيه، هنتكلم معاه اكتر في هذا الموضوع. الفقره الثانيه بفكره نبني بكره هما مشروعين تخرج لطلاب كليه الاعلام بجامعه القاهره تحت عنوان بودكاست مانديلا ايه بقى الموضوع ده هو القاء الضوء على الامراض النفسيه اللي مش معروفه علشان نشوف ونفهم ان هو اي زي المرض النفسي ممكن نعالجه في حاجات ما بنبقاش عارفينها فيه نوعين عندنا حاجه اسمها كاب جراس لاضطراب الاكل ومرض التخيل و... مرض التخيل والهلوسه والخبر الثاني اضطراب الاكل انا ال... يعني كنت قاعد بدردش كده مع ال... طلبات آية منصور المشاركة في بودكاست وهاجر السبطاسي واتكلمت شوية معاهم لقيت إن الموضوع لا كبير يعني لازم نركز معاهم أو نفهم الدنيا ماشية إزاي اضطرابات الأكل في واحد بياكل عشان خاطر بي يعني بياكل عادي بس بيخاف إن هو يتخن فبيضطر إن هو يعمل حاجات عشان خاطر ي يعني يطلع الأكل تاني واحد تاني بيحب الأكل ما اعرفش بيعمل إيه هي تشرح أكتر الموضوع ده الموضوع التاني بقى اللي هو مرض التخيل ان حضرتك مثلا بتتخيل ان الشخصية اللي قدامك او صاحبك اللي انت تعرفه من سنين وبتاع ان هو بيتحول بيبقى حد تاني حد بيركب ياخد صورة وشه مثلا وبيركب الشخصية وبيبقى حد تاني خالص غير اللي انت تعرفه لو هو مش متوافق معاك شوية حاجات كده متوغلة في النفسيات مش انا اللي هقدر اتكلم عليها اكتر الضيوف الكرام هم اللي هيتكلموا عنها موجود معايا في استوديو مصر جميله دكتور حازم حسن رمضان حاصل على جائزه دولة في العلوم التكنولوجيه في مجال العلوم الزراعيه هو استاذ الامراض المشتركه في كليه الطب البيطري جامعه المنصوره نصبح عليه ونسال على كل اللي احنا عايزينه صباح, صباح الخير يا دكتور منور صباح الخير يا فندم اهلا وسهلا استاذ حاتم على الجائزه الله يبارك الجنة. في حضرتك شكرا جزيلا واهلا بالساده المشاهدين مشاهدي القناه الثانيه برنامج مصر جميله اهلا وسهلا يا فندم اهلا بيك يا دكتور في البدايه عايزين نلقي الضوء على الجائزه التشجيعيه اه تمام إيه والله انا الحمد لله انا آه بشكر فضل ربنا عليا وحصولي على جائزه الدوله التشجيعيه في العلوم التكنولوجية المتقدمه لمجالات العلوم الزراعيه يعني بصراحه هو ده يعني كان خبر سعيد بالنسبه لي انا تقدمت على الجائزه وانا في الولايات المتحده الامريكيه اثناء فتره عملي هناك من 2017 ل 2022 كان الاعلان لجواز الدوله التشجيعيه نزل في 1 اكتوبر 2021 وانتهى في 31 ديسمبر 2021 تقدمت وانا هناك ويعني كان كل امل ان انا ان شاء الله لان كنت في اخر ثلاث شهور انا خلاص انا عارف ان انا راجع مصر طبعا بلدي فكان كل امل ان انا لما انزل الاقي تكريم ان شاء الله من الدوله يعني ده بيبقى بالنسبه لنا فخر كبير للباحثين لان هي جائزه الدوله التشجيعيه او جوائز الدوله بصفه عامه هي الحلم للباحثين هي اهم الجوائز اللي بتعطى او تمنح للباحثين من مصر المعايير فيها بتكون معايير غايه غايه الاهميه بالنسبه للباحثين لان انت ممكن بتشتغل عليها ثلاث اربع خمس سنين علشان تحقق المعايير دي بيتقدم للجوائز عدد كبير جدا من الباحثين اللي هم خيره شباب مصر الباحثين التالنتد الموهوبين في البحث العلمي وعدد محدود من الجوائز اللي هي جوائز الدوله التشجيعيه حتى لو كانوا 40 جائزه على مختلف التخصصات زي العلوم الطبيه العلوم الزراعيه العلوم الهندسيه والعلوم الاساسيه كل كل محور او كل آه علم من العلوم دي بيكون ليه جزء من من الجوائز ثمان جوائز بلس في جائزتين علوم تكنولوجيه متقدمه بيخدموا المجالات دي مع على الرغم ان هم 40 جائزه لكن بيتقدم عدد كبير لان في مصر في آه شباب وفي باحثين آه عندهم شغل كتير كويس لكن آه الفروقات بتبقى بسيطه يعني مش معنى ان انت لم تحصل على الجائزه السنه دي فانت لا هي فروقات بسيطه بالنسبه للي حصل وهتلاقي اللي لم يحصل عليها السنه دي السنه الجايه هو اللي ممكن يحصل أخدها ممكن. هو اللي حصل على ده بالتاكيد يعني صحيح طب دكتور يعني كلمني عن اهم السفريات العلميه اللي حضرتك قمت بيها وتاثيرها على العلم او البحث العلمي او على الاكسبيرينس بتاعتك او التجربه بتاعتك تمام يا فندم والله انا بالنسبه لي اول ما حصلت على الدكتوراه في الامراض المشتركه ده التخصص الدقيق بتاعي في اوائل 2013 يعني انا كنت حاطط لنفسي بلان ان انا اسافر اخد مهمه علميه وتقدمت فعلا كنت مجهز اوفائي وفصلت مشرفين اجانب من الولايات المتحده الامريكيه في الوقت ده وتقدمت على مهمه علميه من قطاع البعثات بوزاره التعليم العالي والحمد لله حصلت على مهمة علمية يعني بعد شهرين ثلاثة من حصولي على الدكتوراه في الوقت ده كمان أنا كنت محظوظ من ضمن المجموعة الأولى في كلية الطب البيطري جامعة المنصورة اللي سافروا إلى ألمانيا على اتفاقية تعاون أو بروتوكول تعاون بين كلية الطب البيطري جامعة المنصورة وكلية الطب البيطري بهانوفر ألمانيا سافرت هناك وكان من حظي هناك أن أنا قضيت التدريب بتاعي هو كان شهر you <laughs> قضيته في معملين معملين مهمين جدا اتعلمت فيهم في الشهر حاجات كويسه من التقنيات الحديثه والتكنولوجيا الحديثه يعني انا كنت في معهد الانيمال هايجين انستيتيوت اوف انيمال وكنت في معهد البولتري ديزيز هناك في المانيا اللي هو الدواجن يعني اتعلمت هنا ازاي ان انا اشتغل وزرع الانفلونزا لان وقتها كان في يعني بانيك او كان في اوت بريكس من انفلونزا الطيور وهم كانوا شغالين عليها وبيعملوا سيل لاين كده من, من التركي من ال من بعض الخلايا يحقن عليها الفيروس فانا اتعلمت او بصيت على التكنيك ده وعملته هناك في الاسبوعين وفي نفس الوقت وانا في الانستيتيوت اوف انيمال هايجين او, أو معهد الصحه انا تعلمت كان عندهم جهاز ريال تايم بي سي ار صغير نانو كده فانا انا اشتغلت عليه وشفت السوفت وير بتاعه واتعلمت الاناليسز رجعت مصر لدرجه إن انا المهمه العلميه كنت فكرت ان انا احول وجهتي من الولايات المتحده الامريكيه الى المانيا لكن برجوعي لمصر من المانيا كان جالي خطاب الحجز الأكاديمي من المكتب الثقافي في واشنطن فقلت لا انا خلاص ده, ده الخير بتاعي انا ان شاء الله هتوكل على الله وبدأت في خلال الشهرين اللي بعد وصول الحجز الاكاديمي بتاعي اخلص اجراءات حصولي على الفيزا والسفر وسافرت على الولايات المتحده الامريكيه احد اكبر المعاهد البحثيه في الزراعه والطب البيطري يعني اللي هو وزاره الزراعه الامريكيه منها اللي هو المركز القومي الامريكي لابحاث الدواجن ودي كانت الحمد لله البدايه لي هناك يعني اعتقد ان الحمد لله يعني لما رحت بدات ان انا اشتغل بدات ان انا اتعلم حاجات انا ما كنتش شفتها في الدكتوراه بتاعتي من تكنولوجيا وتقنيات حديثه في تشخيص الامراض المشتركه سواء كانت من الحيوانات المنتجه للغذاء وخاصه الدواجن يعني كان بالنسبه لي انا كنت طالع ست شهور المهمة العلمية اللي هي بتبقى ممولة من قطاع البعثات في وزارة التعليم العالي لكن كان عندي هدف ان انا لا انا انا ما سافرتش قبل الدكتوراه لكن انا يعني محتاج ان انا احقق نجاح محتاج ان انا اتعلم اكتر فعملت اكستنشن عملت مد هناك اربع شهور زياده يعني لان كان في بروجكت في لاب تاني يعني في نفس الـ الـ الانستيتيوت يعني انا لما رحت كنت شغال على ميكروبات التسمم الغذائي وهي يعني ازاي نعرف هي ازاي بتنتقل من مصادر الغذاء الى الانسان إيه. ففي الوقت ده انا يعني كنت بتابع الدوريات العلميه الحديثه اللي هي بتصدر عن الامريكان سوسايتي او الجمعيه الامريكيه للميكروبيولوجي وقتها فشفت بحث دي دي صدفه بالنسبه لي شفت بحث كان في نفس البوينت اللي انا مركز عليها اللي <applause> هي آه ميكروبات الميسيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس اوريس او اللي هي المقورات العنقوديه المقاومه للميسيسلين طب لا بالراحه بقى كده بشكل يعني مش علمي قوي يعني عشان الناس تفهم بس وانا آه هو طبعا احنا عندنا آه الانسان آه طبعا في ابراج مشتركه موجوده كتيره آه أكثر من 250 مرض مشترك بينتقلوا من الحيوان أو من مصادر الغذاء ذات المنشأ الحيواني إلى الإنسان. تمام. ميكروبات التسمم الغذائي كثيرة زي مثلا الإشريشة القولونية، السالمونيلا، الكامبيلوباكتر في ميكروبات كثيرة وأيضا اللي هي ميكروبات زي اللي هو الاستافيلوكوكاس أوريس اللي هي المكورات العنقودية دي لما بتكون مقاومة المضادات الحيوية زي الميسيسيلين دي بتبقى فيها مشكلة لأن هي ممكن الإنسان لو هو مثلا شغال في مطعم أو شغال بيحضر أغذية أو كده هي بتبقى موجودة ككومنسل على إيدينا أو في النوز أو موجودة يعني بطريقة متعايشة معنا فممكن هو ينقلها إلى الغذاء ومنها ممكن إلى يبقى كارير وممكن يبقى حاجة بالظبط يا فندم وكمان الساندوتشات دي مثلا مش هتدخل تتعرض للحرارة تاني هي أوريدي بتبقى جاهزة إن ريدي تو إن هو المستهلك هياكلها على طول فبالتالي ممكن بتسبب الخطورة فأنا كنت مركز على الجزئية دي والبحث اللي أنا قريته وقتها كان بيشوف الدور بتاع أو إزاي بتنتقل كان في ولاية جورجيا هناك من من البورك أو من الخنزير إلى الإنسان فالبحث عجبني والتكنولوجيا أو الـ 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 الميثودولوجي method, بتاعته كانت يعني من الحاجات اللي انا مركز عليها ساعتها فبصيت على الافيليشن او على عنوان الباحث لقيته في نفس البيلدنج اللي انا فيه في نفس المبنى اللي انا فيه فاتكلمت مع المشرف بتاعي هو كان حاسس ان انا حابب اشتغل في الموليكولار بيولوجي فقال لي اللاب ميتنج الجاي انا هاخدك ونطلع نتقابل مع الساينتست ده فوق وبالفعل يعني طلعنا فقالت لي انا في بروجكت هشتغل فيه بعد ثلاث شهور ولو انت حابب تشتغل معانا فيه اهلا وسهلا بيك قلت لها طبعا هخلص البروجكت مع استاذي الاولاني ولان ده كله تعاون داخل المبنى هناك بيفيد اليو اس دي اي وبيفيد مصر كمان بيفيد جامعه المنصوره وكليه الطب البيطري. طلعت في الوقت بتاعي اشتغلت الثلاث شهور او الاربع شهور اللي انا عملت عليهم اكستنشن كنت مبسوط جدا لان انا بعمل سيكونسنج بنفسي اللي هو السيكونسنج انت تشوف تتابع المادة الوراثية لجينات موجودة هي كانت في الوقت ده جينات سبع جينات اللينس بتاعهم أو السايز بتاعهم صغير يعني حوالي 500 ل 900 بيز بير وقتها لما أنا اشتغلت على النقطة دي من خلال الأليلز دي أو من خلال الجينات دي بتقدر أن أنت تعرف الأرقام بتاعتهم أو أن البروفايل بتحدده وتطلع النمط النوعي بتاعه اللي هو السيكونس تايب أنا بحاول أبسط للمشاهد أنت كده بتبسط <سؤال> <بيكتينشن> <سؤال> آه. انا بحاول ابسط <أبصر تصفيق> قدر الامكان يعني فبنطلع اللي هو السيكونس <سؤال> تايب او اللي هو التسلسل النوعي اللي هو باختصار علشان المشاهد يفهمني او يفهمنا يعني انت عاوز تشوف هي السلاله البكتيريا دي او البكتيريا دي اللي موجوده في الغذاء هي نفس الكولون او هي نفس البكتيريا اللي هي دخلت جسم الانسان او سببت له الاصابه تمام ده كان الشغل في التوقيت اللي انا عملت فيه الاكستنشن او المد تمام انا يعني اسمح لي يا دكتور انا يعني هسالك على اهميه البحث العلمي ويمكن احنا في مصر بنحاول ان احنا نطور التعليم من تحت لغايه فوق خالص عشان خاطر نوصل لعلماء يعني زي حضرتك واحنا عندنا ما شاء الله حدث ولا حرج في جميع الجامعات جمهوريه مصر العربيه يعني سكّت جامعه المنصوره وجامعه القاهره جامعة عين شمس جامعه حلوه يعني اي جامعه من الجامعات جامعه اسيوط فالقصه كلها ان احنا عندنا الكوادر بس احنا بنطور كمان وكمان عايز اتكلم حضرتك على اهميه البحث العلمي لكن برضه اسمح لي ان بعد كده هن نرجع بقى شويه نتكلم على اهم الامراض اللي بتتنقل من الحيوان للانسان وهل ممكن ست البيت او الام او الست اللي بتطبخ تصاب بمثلا جايبه فراخ من عند الفرارجي مثلا وحطها او جايبه فراخ مجمده او لحمه او اي ايا كان المنتج اللي هي جايباه تتعامل معاه ازاي بحيث ان هي لا تصاب باي نوع من انواع البكتيريا او الفيروسس. وان هي ما توصلش للعيله خلينا بس نتكلم على البحث العلمي واهميه تطوير البحث العلمي الاول تمام تمام حك لمست نقطتين مهمتين جدا استاذ حاتم هو بالنسبه للبحث العلمي احنا عندنا في مصر البحث العلمي الدوله بدات او الدوله بتهتم بزياده التمويل في البحث العلمي لان ده هو اللي هيحقق خطه مصر ورؤيتها 2030 والتنميه المستدامه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيولي اهتمام كبير جدا بالبحث العلمي عاوز اقول لحضرتك ان موازنه الدوله في 2020 2023 -20 -20 -20 -20 زادت للبحث العلمي هيئات زي صندوق العلوم والتنميه التكنولوجيه أي. اكاديميه البحث العلمي بيدوا كولز او بيدوا نداءات للعلماء مش على بس العلماء اللي داخل مصر ده هم كمان عاملين مبادرات زي مثلا جسور التنميه هم عاوزين العلماء المصريين في الخارج يشاركوا في صحيح. التنميه المستدامه لمصر، صحيح. لان المبادره دي تمت بين اكاديميه البحث العلمي ووزاره الهجره، فبيبقى في تضافر للجهود بين الوزارات كلها في مصر، ان انا اه انا عندنا آه نجاحات كبيره خارج مصر في الولايات المتحده الامريكيه علماء كتير في المانيا، في اليابان، في كل في انجلترا، في كل الاماكن، يعني مش عاوز انسى حد، لكن احنا محتاجين عقول المصريين اللي بره دي تساهم في التنمية المستدامة للدولة اللي هيحقق بالنسبة للمواطن بعد كده الحياة رفاهية الحياة بعد كده فأهم حاجة هو البحث العلمي لأن محاور أو يعني التنمية المستدامة في مصر بتكون من خلال ثلاث معايير اللي هم التنمية الاقتصادية التنمية المجتمعية وآخر حاجة اللي هو التنمية البيئية الثلاث معايير دول أو الثلاثة دول فيهم محاور كلها مبنية على البحث العلمي وتطور البحث العلمي إحنا عندنا النشر العلمي في تطور ملحوظ يعني ممكن أقول لحضرتك في عشرين عشرين كان عدد الأبحاث الدولية اللي طلعت من مصر واحد ألف بحث في عشرين واحد وعشرين ألف بحث كل ده بسبب التركيز من الدولة على العلماء وخلق البيئة والمناخ اللي يساعدهم إن هم يشتغلوا وينتجوا فبالتالي زيادة عشرين في من الأبحاث ومش الأبحاث العادية، ده, ده فيها تعاون دولي، أي. ده بيساعد جامعات مصر أن التصنيف بتاعها يعلي يعني كمان فيها الكوارتل او اللي هو تصنيف المجله مش ابحاث عاديه ده ابحاث كلها طبعا تبادل خبرات طبعا مختلفه من مكان لمكان تبادل يعني. خبرات في منح والنداءات اللي انا قلتها لحضرتك في مشاريع بتكون مثلا من خلال صندوق العلوم والتنميه التكنولوجيه اللي هو اصبح اسمه دلوقتي هيئه تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار اللي هي الاستيفا بيعملوا من دول مع بعض زي مصر والولايات المتحده مثلا بيكون في فاند جاي بيدخل لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية أو الاستيفا بيتعمل من خلاله كول بتبدأ تنزل مشاريع بحثية مشتركة ما بين الجامعات في مصر أو المعاهد البحثية والمراكز البحثية ودي كتيرة طبعا في مصر ومتميزين وما بين الجامعات في أمريكا أو المعاهد البحثية تمام. فالبحث العلمي هو ركيزة أساسية من خطة ورؤية مصر والتنمية المستدامة اللي إن شاء الله هتتحقق ب 2030 بإذن الله طب أنا عندي دقيقتين يا دكتور و... بس. <تصفيق> وعايز الكلام <applause> حضرتك حلو بيفتح عندنا أي كلام كتير جدا تمام. عايز برضو يعني ست البيت تستفيد من وجود حضرتك برضو وتتعلم هل الامراض دي موجوده من ايام جدتي ايام البابور والحاجات دي ولا اتغيرت لغايه لما وصلت يعني تطورت مع تطور الانسان والحياه والتكنولوجي والحاجات دي كلها هل الفيروس والبكتيريا بتتطور زي التكنولوجي الناحيه الثانيه ازاي نقدر احنا نحافظ على نفسنا من هذه الامراض والله استاذ حاتم انت حضرتك شكلك يعني كده قاري كويس عندنا في في البحث العلمي وفي الطب البيطري طبعا هي البكتيريا والفيروسات بتتطور طبعا عندنا البكتيريا كمان بتنشا فيها يعني مقاومه للمضادات الحيويه دايما بتكون موجوده يعني ممكن لان احنا عندنا في قطاع الطب البيطري زي ما انا يعني بقول هو الطبيب البيطري اللي بيتخرج من الكليه هو خط الدفاع الاول احنا بس في الكليه مش مهتمين بس بحماية الثروة الحيوانية ودي مهمة للاقتصاد القومي طبعا لكن احنا كمان نعتبر خط الدفاع الاول لحمايه الانسان من الامراض المشتركه اللي بتنتقل زي ما حضرتك ذكرت من خلال الغذاء ويعني احنا ما فيش حد مش هياكل ما فيش حد هيرب يعني كلنا دلوقتي او في ناس كثيره بتقتني حيوانات اليفه صحيح. فمش بقت على قد الحيوانات المنتجه الغذاء لا ده كمان الحيوانات الاليفه فالمهم بالنسبه إن, ان ست البيت لما مثلا هتجيب الاكل في او هتبدا ان هي تتعامل مع الاكل يعني بقدر الامكان يكون الطهي جيد اولا لان ميكروبات كتيره هت ه... هيقضى عليها طبعا من خلال الطهي الجيد الممارسات بالنسبه للكالشرز القديمه والعادات والتقاليد القديمه ان احنا نشرب اللبن اللي هو بدون ما يدغلي او كده لا طبعا ده في زي البروسيلا بتعمل الحمى الملطيه دي ممكن بتنتقل آه الى الانسان من خلال اللبن ومنتجاته آه آه كمان آه ست البيت او ربة المنزل وهي بتعمل آه آه بتحضر الاكل يفضل وهي بتشتغل آه على اللحوم المختلفه والخضروات وكده يكون في سكينه مخصصه لكل يعني نوع من اللحوم لان انا ممكن يكون لا قدر الله يعني الدواجن مثلا جايه فيها مثلا بكتيريا مثلا او كده فممكن وهي بتغسلها او ان هي جنب الخضروات يحصل سبيلنج أو, او يحصل انتشار لبعض الميكروبات منها تيجي على الخضروات الخضروات مش هيبقى فيها بعد كده تعامل حراري او ان هي تطبخ او كده لو هتتاكل كسلطه فبالتالي هتبقى مشكله فلازم احنا الممارسات بتاعتنا في البيت هي اللي بتودينا الى ان احنا الصحه بتاعتنا تبقى يعني كويسه من ان احنا طيب. بنخلي بالنا من غذائنا تمام طيب. دكتور في كلمه ونص يعني السفير من جور حاج برده الطب البيطري برده يعني واحد بيربي حمام والناس كتير قوي بتربي حمام اعرفها فعايزين نحسم الجدل اللي بيقول هل الحمام بيصاب بانفلونزا الطيور ام لا والله هو الحمام وكل انواع الطيور لها القدره او لها القابليه ان هي تصاب بانفلونزا الطيور لكن على حسب المناعه وعلى حسب السسبتبيليتي للهوست او اللي هو العائل احنا عندنا الفراخ اكثر اصابه وخاصه لو اللي هو الهايلي باثوجينيك سترينز او اللي هي السلالات اللي هي بتكون شديده الضراوه تمام لكن ممكن يكون في لو باثوجينيك او اللي هي السلالات الاقل في الضراوه الحمام والبط والحاجات دي ممكن يكون فيهم المعدلات اقل من الطيور لكن نخلي بالنا من حاجه اللي هو ممكن يكون حامل للفيروس أي. علشان كده التربيه المنزليه لازم نخلي بالنا ان ما يكونش في انواع مختلفه موجوده مع بعض في نفس الـ 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 المكان على السطح او كده زي ما احنا بيتعمل علشان كده لازم يكون في فصل ما بين الانواع المختلفه على عشان احتماليه انتقال الامراض او الفيروسات من تمام. انواع الى اخرى لا انت لازم بقى توعدني ان تكون لينا فقره ثانيه ونتكلم فيها عن الدواجن وامراض الدواجن إن شاء لان الله. في ناس كتير قوي نعرفها والامراض المشتركه التي تنتقل وعرض المشتركة منها. بين الانسان والحيوان خصوصا بعد فتح الاستراد فتره من الفترات وفي انواع جديده دخلت من الطيور والحيوانات والامراض كمان معانا تمام بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا صحيح صحيح شكرا جميل. جزيلا الله يخليك شكرا, شكراً جزيلاً. شكراً.